ازيك يا جدعان؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الجزء الثاني من السيريوس بتاعت الفلوجز بتاعت رحله نيويورك نيوجيرسي. الجزء ده هنكمله من الجزء نهايه الجزء الاولاني اللي فات، من وجودنا او وصولنا في محطه نيويورلينز بتاعت القطر، وهناخد بقى اوبر او وات ايفر هتشوفوا عشان نوصل مطار نيويورلينز. اتمنى يكون الفلوج عجبكم، يلا نبدا. اوكي يا جدعان، اهلا بيكم تاني في الجزء التاني. للاسف زي ما انتم شايفين انا بعمل فويس اوفر عشان الميكروفون برضو مات، مش واخد بالي الحته دي. كنت حبيت اوريكم حاجه مش معروفه قوي عن المنطقه ديت، او انت ما جيتش قبل كده، اللي هو الترام بتاع نيورلينز. شبه قوي الترام القديم عندنا في اسكندريه. انا لما كنت سايب اسكندرية وكنت ماشي كان في الترام القديم ده، كان بدأوا يشغلوه تاني، وكان ده شبهي برضو بالترام القديم فعلا اللي كان زمان كان شغال، غير الترام التراديشنال الأزرق اللي كان شغال في اسكندرية لفترة طويلة وما زال أظن، يعني مش عارف بالظبط. بس شوف الألوان دي برضو، البيربل واليلو والجرين، دي الألوان المشهورة بيها نيو أورلينز. حاجة معينة اسمها ماردي جرا فيستيفال هنا في الولاية هنا. ده الستوب ديت بتاعت الباص ستوب، ودي السكاي لاين بتاع نيو أورلينز. معظم التاورز والأماكن دي يا إما فنادق، فنادق هاي كلاس يعني، او مكاتب علشان بنوك وحاجات زي كده. الحته دي كنا بنحاول نشوف ازاي نتحرك. جوسا كانت ماسكه جي بي اس وكانت بتحاول تقول لنا نروح فين، يعني تهنا شويه بس كملنا ماشي شويه. احنا كنا بنحاول نوصل لمكان معين عشان نصور فيه، و ديكو باين دلوقتي ان احنا بدأنا مش عارفين بالظبط نروح فين. هي قالت لي روح الاتجاه ده، بس طبعا للاسف طلع الاتجاه ده خاطئ. اظن في ال in the distance يعني في كنيسة قديمة هناك بعد الكوبري. برضو الولاية ديت أو المنطقة ديت نيو أورلينز مشهورة بالحاجات القديمة لأنها كانت مستعمرة فرنسية زمان. ماشي جدعان، احنا اكتشفنا العطل الفني في الخريطة، فاحنا دلوقتي رايحين الاتجاه الصحيح. لانه كنت اظن يعني هو الاتجاه الصحيح في الاول، بس يعني خطأ فني، فهماشي كده شويه ومفروض نوصل. ده الاستاد يا جدعان اللي كنت بكلمكم عليه، ضخم طبعا. ما اظنش الكاميرا هتعكس لكم السكيل، بس ده بس دي اشاره المرور اهي، وحجمها اهي مقارن، ودي عربيه، وده حجم الاستاد. استاد ضخم يعني، حاجة لو عندك أو عايز تعرف يعني الفكرة حجمه قد ايه، اعمل سيرش ل سيزرز سوبر دوم، حاجة ما شاء الله يعني. كنت نفسي صراحة اشوفه up close and personal يعني. في حاجة جنبه كده اسمه سموزيز كينج، اللي هو سموزي كينج سنتر. ده يعتبر استاد بس صغير، وده تيبيكلي ال NBA اللي هو الباسكتبول، الباسكت والحاجات زي كده. بس حاجة لطيفة، استاد ضخمة وحاجة جميلة يعني. alright يا جماعة، احنا خدنا في الاخر اوبر عشان الاتوبيس ادانا الموزة، و دلوقتي رايحين نقعد بس كده، نقعد بقى الصبح الساعة 5 عشان نبقى ناخد الطيارة.
اوكي كده يعني احنا خدنا البوردنج باس، دلوقتي هنروح نقعد عشان نستريح. ماشي كده يعني احنا عدينا السكيورتي، دلوقتي انا طبعا ما جيتش المطار ده من فتره طويله، من 2021 اخر مره كنت جيت هنا. ف شكل المكان لطيف يعني pretty similar but there's some updates. احنا هنطير النهاردة على طيران سبيريت، فالجيت بتاعتنا جيت كام؟ 12. so جيت 12 اظن ان دي اخر واحدة فنوصل. بتبقى في الاخر تطلع ناحية EWR نورك ايربورت، مطار نورك في نيوجيرسي، بيوتها في الاخر. فنوصل هناك بقى ونقعد وانتخ ونريح، و مش عارف ممكن نلاقي حاجة نعملها هنا ممكن لا، هنشوف. اوكي جدعان احنا وصلنا الجيت وهنتظر بقى لغاية ما الطيارة تيجي. أظن دي طيارة نفس الطيارة اللي أنا ركبتها قبل كده في 2021 اللي بتعمل تيك أوف من هنا الساعة 5 الفجر، بدري أوي أوي يعني. بس إحنا عندنا have a lot of time to kill honestly. الساعة دلوقتي 10:44، 10:44 دقيقة أو 45، والمفروض الطيارة تبقى هنا الساعة 5 وتعمل تيك أوف الساعة 5، فإحنا عندنا more than enough time to kill. ازيكم يا جدعان؟ بتأكد المايك شغال. اوكي انا دلوقتي لسه في المطار، الساعة دلوقتي 2:21 دقيقة. الموقف اختلف حبتين للأسف. الطيارة الرحلة اللي كنا حاجزينها مع سبيريت اتلغت. ما عندناش فكرة الصراحة بالظبط ايه السبب، بس اظن انه على حسب البيانات يعني المعلومه اللي انا شايفها انه ممكن يبقى سبب اللي دعوه بالطقس. فاحنا اللي عملناه ان احنا طلبوا مننا ان احنا ناخد، يعني انت عارف الموقف ديت لو انت بتسافر انت عندك فكره انك ساعتها بتطلب منهم ريفند او انهم يرجعوا لك فلوسك. بصراحه كانت رحله رخيصه جدا ف يعني الحمد لله. وبعدين عمل حجز مع يونايتد، شركة طيران يونايتد، ودي كانت غالية، كانت 520 دولار تقريبا رايح بس. طبعا ان شاء الله الرحلة الراجعة مع سبيريت برضو ما يحصلهاش حاجة، ربنا يسهل. بس دفعنا ديت وعندنا رحلة المفروض حجزناها تبقى الساعة 6، 6:30 9، وللأسف تاني مرة دي رحلة دايركت برضو من MSY من نيو أورلينز لغاية EWR اللي هو نورك ايربورت في نيوجيرسي. الرحلة اللي مع يونايتد اتلغت هي كمان، ودي اللي بقى فهمتني نوعا ما المشكله ممكن تكون من ايه، لان سبيريت ما فهمنيش حاجه. يونايتد قالت لي انه في مشكله مع الطقس وعشان كده هم لغوا الرحله، فعشان كده انا فهمت يعني بما ان ايزنز يعني ببساطه المنطق ساعتها اقول ان ده كانت مشكله مع سبيريت برضه في الطقس، بس مش عارف ليه ما كانش فيه يعني. انا اتضايقت جدا وتعصبت لانه يعني طب انتوا لغيت ليه؟ ما مش فاهم، هل انتوا ما عندكم مشكله داخليه مثلا الطيار مثلا مش جاي او حاجه زي كده، ولا في حاجه سيريس يعني في حاجه يعني واقعيه ليها سبب واضح انه الرحله دي ما تقدرش تبقى موجوده هنا وتروح. المهم زي ما قلت لكم من غير ما اطول، يونايتد فهمتني يعني باللغي ليهم الرحله ديت انه المشكله اصلا كانت مع سبيريت مع الطقس كمان على حسب الكلام يعني.
انا حتى بصيت في تقرير طقس الطيران ما لقيتش حاجه صريحه صراحه عن المنطقه ديت. ف اللي عملته انه كانت يونايتد قالت لي ممكن تحجز اي طياره تانية ومش هنديك مش هنخليك تدفع زياده، يعني اللي انت دفعته خلاص هو ده وتقدر تحجز طياره تانية. فحجزنا طياره متاخر شويه، هتوصل هناك متاخر شويه بدل ما نوصل الساعه 9 او 9 ونص او 10 حتى، لا يعني على يعني اكتر حاجه متاخره. بقت رحلتين، رحله هتطلع من هنا وهتوصل لهيوستن تكساس، ومن هيوستن تكساس تقعد هناك ساعة أو بعدين تركب طيارة من هيوستن لغاية إي دبليو آر اللي هو نورك نيوجيرسي. ف طولت شوية الرحلة، تبقى طويلة حبة، بس على الأقل إن شاء الله ربنا يسهل ما يحصلش مشكلة في في هيوستن، ويبقى فعلا موقف مش لطيف خالص، ربنا يسهل ونوصل من هنا. المفروض رحلتنا كمان 3 ساعات او اقدر اقول الصراحه كمان ساعتين تقريبا المفروض يبقوا هنا، ونبدا نعمل بوردنج وتيك اوف يبقى الساعه 5. معلش يا جماعه انا ما نمتش فمش مجمع قوي. ف ذاتس ذا بلان، هناخد الطياره من هنا وبعدين هنروح لهيوستن، ومن هيوستن هنقعد هناك هيوستن ساعه وشويه دقائق، وبعدين من هيوستن هناخد طياره تانية ل اي دبليو ار. ربنا يسهل زي ما قلت. والجزء الجاي من الفيديو ده هيبقى يعني في الطياره بتاعت اي دبليو ار، في طيارة قصدي بتاعت من هنا لغاية هيوستن، وإن شاء الله يكون الدنيا مستقرة ولطيفة ونقدر ناخد الطيارة التانية من هيوستن لإي دبليو آر. أوكي بيال، خليكوا أبديتد يعني. بس أنا حبيت أوريكوا الطيارة يا جماعة والحاجات بتاعتها. الطيارة هنا، وادي الأذن، الشنط والحاجات اللي ممكن تحتاجها موجودة هنا. شوية ساعات بسيطة ومفروض نبقى جاهزين ان احنا ساعتين كمان مفروض نبدأ نعمل بوردنج او نطلع طيارة. دلوقتي كده عنا بنعمل بوردنج اخيرا الساعة 5 اظن 4:59. مستنين نعمل بوردينج ونروح هيوستن. alright احنا وقتي طلعين على متن الطائرة الصغيرة، هي عبارة عن جت صغيرة فعني تبقى رحلة لطيفة، عبارة عن ساعة وخمسة عشر دقيقة. قاعدين قدام بعض، انا قاعد قدام جيسكا يعني ما عرفت مش نوصل لكراسي يعني شكلها افضل. طبعا الصراحة مش مصدق عند الرجل اللي مفروض كان قاعد مكاني، كان طلع رجل شحم يعني. المفروض هو كان قاعد مكاني وانا قاعد نفس الكرسي ده اللي جيسكا قاعدة فيه، بس الكرسي اللي قدامه. فلما خد باله ان احنا مع بعض فقال لي يعني ممكن اعمل معاك سويتش، يعني اقعد الكرسي اللي قدام ده وتقعد انت مكاني، تقعدوا جنب بعض. فعلا راجل لطيف ظريف، تحيا مصر. ماشي احنا كده في الطياره شويه ونعمل تيك اوف اقلاع.
بس كده يا جدعان، ده كان نهاية الفلوج بتاع النهاردة. أتمنى يكون عجبكم، لو عجبكم لايك شير سبسكرايب. لو عايزين تشوفوا حاجات كتيرة، في كونتنت كتير في القناة، سكان ستريمات لجيم بلاي، سكان فلوجات، سكان فيديوهات عن أمريكا. إن شاء الله يعجبكم حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها هنا ولا بعملها هنا. لو في حاجة معينة عايزينها اعملوا كومنت وقولوا لي بالظبط انتوا نفسكم تشوفوا ايه، نفسكم تعرفوا ايه، وانا هعمل او دو ما بست. يعني اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني او فلوج تاني. سلام.